اليوم باش نحكيو على بطل رياضي، على بطل في شعامبي، بطل ما ينساوش برشا عباد. انت من الناس اللي قدمت بدنك، صحتك، نظرك، عينيك، سقيك لتونس. خليك ساعة العباد تعرفك وتتذكرك، ومن بعد تو نكمل نسألك. نقيب بسام بالحجاحية، أول جريح بجبل الشعامبي، فقدت ساقي اليسار في مواجهات مع الإرهاب. اليوم بعد ما داوينا ساقينا وركبنا بروتيز، رجعنا باش نعاودوا نبنيو البلاد هذيا بكل محبة. اليوم رجعنا باش نقولوا البلاد هذيا نتاعنا، ما يفك لنا حتى حد. اليوم كل الشكر للمجتمع المدني اللي قام بالشيء اللي ما قاموش به برشا ناس، اللي اليوم عيطونا باش يشكرونا، باش يقولوا اللي فما ناس عطات قطعه من بدنها كما قلت انت، عطات دمها. فما ناس خليناهم في الجبل، فما رجال مات في الجبل على خاطر البلاد هذايا وعلى خاطر الدرابو هذايا. تحيه تونس. تحيه تونس. دقيقه برك ما تمشيش، هبط لي الكاميرا لوطا سامحني على اذنك. معناتها راهو وقت اللي نحكيو على ناس ضحات من اجل هذا الوطن، وقت اللي نحكيو على ناس واجهت الارهاب بالرصاص، واجهت البارود بالبارود، لم تتخلى على شبر من هذا الوطن، ما هربتش في الجبل، ما بكيتش، واجهت، اتجرحت، اتضربت، وقالت انا لتونس فداء. هذه كلام مش انا نقوله، هذه التاريخ سجله. انت من الناس لبعض من زملائك الله يرحمهم اليوم شهداء لهذا الوطن، وعشت وشفت شنو صار في تونس من بعد. يظهر لي ما فماش اقوى من رساله تجب تقولها انت، وما فماش من اصدق من كلام نتاعك انت. احنا كتبنا اسامينا بالذهب في تاريخ تونس. تونس هذه عزيزه علينا برشا، تونس هذه امنا، تونس هذه ابونا، تونس هذه المعلم اللي قرانا، تونس هذه تاريخنا، تاريخ جدادنا، تونس هذه حبنا. ما عندنا وين نمشيو، هنا نعيشوا وهنا نموتوا. تحيا تونس، يحيا الشعب التونسي. بطبيعة الحال أنا الكلام اللي باش نقوله ربما يعرفوه العباد وما يعرفوشه. الناس ما تعرفش الشعامبي، لكن ما تعرفش اللي سيادتك أكاديمي، درست في الجامعة وبت في الجبولات وقعدت في الوديان وضحيت من أجل تونس. مشاق العمل وواجب التضحية هذه برشا عباد ما تعرفوش. نحب تحكي لي على ليلة من ليالي الشعامبي، وقت اللي أنت تكون معتها في كمين للإرهابيين وبيت الوالدة صورتها في العينين وصبعك على السناد وتنتظر في عدو غادر قد يأتي في أي وقت ولك رشاج تصير في أي لحظة. تونس هذه العزيزة الغالية اللي اعطيناها دمنا، اللي اعطيناها سقينا، اللي اعطيناها عينينا، اللي اعطينا رجال فيها. نحب نقول لكل سياسي، لكل طبيب، لكل محامي، لكل إنسان صادق مع ربي وصادق مع روحه في حب البلاد هذيا، احنا ضحينا، انتوما باش تضحيوا لبلادنا العزيزه علينا. امي الله يرحمها كانت في الذاكره معايا، كانت تونس كلها في قلبي. وقت اللي نبدا نستنى في شكون باش يمس شبر من البلاد هذيا، حتى حد ما ينجم يمسها بلادنا، بلادنا هذيا وبلاد صغارنا. سيد النقيب هربت عليا، احكي لي وانتم في كمين للارهابيين، كيفاش تقعد ليله واثنين وثلاثه وانت مغطي بالاوراق بتاع الجر، وانت رادم روحك بالتراب، وانت البروتكام ما يتنعاش من ساقيك، ولا تتكلم الا بالاشاره، وحتى ان لزم الامر تقطع النفس من اجل انجاح مهمه امنيه. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، نحن كلنا فخر، كلنا عزه للشيء اللي قدمناه، ولو صحتنا ما تسمح لناش باش نرجعوا للجبل وللكمين وللي قلته كله، كنا نجموا نرجعوا له. ما نحبش نقول لك الحاجات اللي توجع، نحبش نقول لك الحاجات الخايبه، نحب نقول لتونس هذه باش نبنيوها بكل حب، باش نبنيوها يد في يد، باش نبنيوها لصغارنا، ونحب نقول لك تحيا تونس. انا قل لي فقط على لحظه تحتضم فيها الامكات وانت في جبل الشعامبي تنتظر لحظه السفر وتنتظر عدو يتربص بهذا الوطن. صدقني ما فماش اروع من اللحظه هذيك. لحظه تحبس فيها اللي انت تونس اللي وراك كلها بالخريطه ب 12 مليون تونسي فيك في 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 كتافك لهنا، امانه في كتافك. تستنى في اي انسان باش يعمل باش يخبشها تونس. هذيك هو الاحساس، فما احساس، فما مشاعر. احنا الامنيين
والعباد اللي حطوا لنا امانه فوق رقابنا هنا ما نجموش نعبروا عليها. احنا تعبيرنا الامنيين بالفعل تعبيرنا بمحمد البلاد هذه. نحب نقول لك حاجه اللي البلاد هذه نعاود نقول لك اللي هي عزيزه علينا برشا. ما تنجمش تكون كان فخور وقت اللي في اللحظه اللي تحكي عليها ما تنجمش تكون فخور. فما لحظات في مخ البشر يتعداوا عليه يقعدوا جرافيه في مخه من اللحظات اللي تحكي عليهم انت. فما حاجات ما يعرفوهاش التوانسه وما يعرفوهاش العامه، انه العدو الارهابي عمره ما واجه رجل لرجل، دائما عمليات غادره وانسحاب. هم جبناء بطبعهم وعمرهم ما واجهوكم معتها في المباشر وصارت عمليه مثل هذه. شفت الدرابو هذا اللي بدلو يحبوا يبدلوا له لونه باش يقعد طول عمره احمر، على خاطر احنا قلنا اللي هو باش يقعد احمر باذن الله باش نحافظوا عليه وباش نحافظوا على كل تونسي اللي هنا في تونس اليوم وغدوه وبعد غدوه. تهرب عليا ديما نعرف من باب التحفظ ما تتكلمش، اما بالحق عمرها ما صارت رغم تعدد العمليات الارهابيه كلها غادره جبانه وعمرهم ما واجهوا رجل لرجل. الامانه اللي حطيناها فوق رقابنا هي باش نتحملوها لاخر وقت، مهما كان شكون الشخص ومهما كان الطرف المقابل، احنا ما يعنيناش الطرف المقابل، اللي تعدت لينا امانه اللي حطت على رقابنا وباذن الله باش نكونوا عند حسن الظن. واحنا نتكلموا اكيد فما واحد في بورنا حدوديه، واحد اخر في واد، واحد اخر في زبل، واحد اخر في صحراء، واحد اخر في سياره، واحد اخر ينتظر التعزيز او التعويض. امنيين كثر بعددهم لكنهم ابطال بحق لهذا الوطن. اليوم على الحدود التونسيه، اليوم تحيه للبياضه، للغره، لسلقته، اليوم تحيه لكل مركز امن عمومي، وكل مركز حدودي، وكل عون مرور، تحيه لكل زميل واقف في الكياس، تحيه لكل زميل قاعد اربع سنين وهو في الحدود التونسيه يستنى في نقطه انه يرجع لامه ويرجع لابوه وهو فرحان. تحيه لكل الزملاء اللي بالحق يخدموا في تونس بكل ضمير وبكل اخلاص. اليوم نتكلموا على شهداء، شهداء في المؤسسه الامنيه والعسكريه، انت من سلك الحرس الوطني، كلنا يتذكر عبد السلام مع السعفي الله يرحمه وينعمه، بطل محمد بن قردين، ولو احيانا التاريخ لا ينصف عديد الاسماء اللي قدمت ارواحها لهذا الوطن. اليوم لفته من المجتمع المدني للتذكير انه نحن دائما في ذكرى تخليد لهذا الوطن، لشهدائه، لعائلات الشهداء، واللي ينسى الشهداء نتاعو كيف ما نقولوا يتيم بلا والدين او بطل بلا وطن. في تونس كل واحد عنده طريقة التعبير على المواطنة، طريقة كلامه على حب البلاد هذه. اليوم الحمد لله المجتمع المدني بدل نظرته على العون الأمن أون جينيرال، وزارة الداخلية، حرس أو شرطة أو ديوانة أو غيره من الأسلاك الكل، اليوم قرب لنا، وأحسن برهان على ذلك اليوم المجتمع المدني كان هو المبادر باش يشكرنا وباش يذكر اللي فما عباد عطات رواحها، باش يذكر اللي فما وليدات صغار بياتهم ماتت في الجبل. اليوم الناس اللي ماتت في بن قردين ولا في أف ولا في توزر، في ميداس، في صندس، في أي بلاصة في البلاد هذيا، في قبلات، راهم خلاو وليدات صغار، وليدات صغار هذوكم مستقبل البلاد هذيا، سواء أبطال باش يوليو كيفنا أو غيرهم. تحية للشهداء، تحية للناس اللي فقدت ساقيها وفقدت عينيها، واليوم فما عباد في كرسي، فما عباد مازالت تداوي، هذوما الناس الكل راهم فخورين بالبلاد هذيا، واحنا ما نجموش نقولوا غير تحيا تونس، تحيا تونس نتاعنا. تحيا تونس بطبيعه الحال. اليوم ما تمشيش بعضها السيد النقيب، راهو باش نقول لكم على شيء مهم جدا. اليوم رساله في غايه من الاهميه، في غايه من البلاغه والدقه، لما يجيك ضابط للحرس الوطني خلى سقيف الشعام بهبه الكاميرا ووري، هو خير مني افضل مني انا نمشي بزوج ساقين، هو خير مني وافضل مني. وقت يجي اليوم يقول يا تونس اراك في القلب، يا تونس رانا ما نسلموش فيك، هو خير مني وافضل مني. لما يقول راني انا تونس ما ننساهاش، هو خير مني وافضل مني. هل بدن الغالي والعزيز وصوره رسالته كبيره برشا، غاليه برشا، ضع
ضحى من اجل تونس، ما وخرش التالي، ما هربش، قعد في بلاصته وواجه اعداء هذا الوطن. تونس هذه ان شاء الله باش تكون خير. نحب نبعث مساج للناس الكل، نحب نقول لهم اللي تونس نتاعنا، نحب نقول لهم اللي تونس ان شاء الله غدوه خير، نحب نقول لهم راهي تونس بلادنا وما نجمش باش نفرطوا فيها، ونحب نقول لهم تحيا تونس. تونس تونس تونس. شكرا.